السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم على قناة وصفة ناس زمان. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم بحول الله سأقدم لكم وصفة طبيعية مجربة ومضمونة إن شاء الله، كما عودتكم، لتبييض الأسنان والتخلص نهائيا من الإصفرار الذي قد يتواجد بالأسنان. فهذه الوصفة لهذا اليوم فيما يخص تبييض الأسنان فهي مكونة من مكون واحد فقط، وهو الخبز. نعم، فالخبز يمكنك استعمال بقايا الخبز التي لا تحتاجينها، يمكنك استعمالها في هذه الوصفة لتبييض الأسنان، فهي فعالة جدا جدا في تبييض الأسنان بطريقة طبيعية. ومن الاستعمال الأول ستلاحظين نتائج جد جد مرضية. أولا وفضلا، إذا كنت أول مرة تشاهدين قناتي، لا تنسي الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد القناة، وشكرا جزيلا لك. فكما قلت، وصفة اليوم فهي مكونة من مكون واحد فقط، وهو الخبز. فطريقة تحضير الخبز لاستعماله في هذه الوصفة فهو جد سهل وبسيط. فكل ما عليك هو تحميص قطع الخبز إلى أن يصبح لونها أسود، ثم في إناء على نار هادئة تقومين بتحميص الخبز إلى أن يصل إلى أن تقومين بحرقه بالكامل ويصبح لونه أسود، ومن ثم تقومين بطحنه أو سحقه إلى أن تحصلي على مسحوق الخبز الأسود. هذا المسحوق تقومين بنخله أو غربلته إلى أن تحصلين على مسحوق الخبز الأسود الناعم جدا. وهذا المسحوق هو الذي سيتم استخدامه في الوصفة. فطريقة استعمال الوصفة فهي جد سهلة وبسيطة أيضا. فكل ما عليك هو الأخذ القليل من هذا المسحوق، أي مسحوق الخبز الذي تم تحميصه أو إلى أن وصل إلى در إلى إلى أن تم حرقه بالكامل وأصبح لونه أسود. تقومين بأخذ ملعقة صغيرة من هذا المسحوق، ثم تضيفين له القليل من عصير الليمون والقليل من عصير الليمون، ثم تقومين بخلط هذه المكونات جيدا. ويمكنك إضافة أيضا القليل من العسل الحر الطبيعي، فهو أيضا يساعد بشكل فعال جدا جدا في تبييض الأسنان بطريقة مضمونة. ومن الاستعمال الأول ستلاحظين نتائج جد جد مرضية، وذلك لأن العصير الحامض أو الحامض أو الليمون فهو لوحده فعال في تبييض الأسنان، وكذلك العسل. فيمكنك استعمال العسل لوحده أو عصير الليمون فقط لوحده لتبييض الأسنان. وإذا قمت بجمع هذه المكونات الثلاث، أي مسحوق الخبز الأسود وعصير الليمون والعسل، فكوني متأكدة أنك ستحصلين على نتائج جد جيدة. ومن الاستعمال الأول ستلاحظين الفرق، أن الأسنان تغير لونها بالمقارنة مع السابق. ولهذا لابد من استخدام المكونات الثلاث لكي تحصلين على نتائج فعالة ومرضية من الاستعمال الأول. أما مرات استعمال هذه الوصفة فيمكنك استعمالها يوميا مرة واحدة لمدة 15 يوم. ومن الاستعمال الأول ستلاحظين نتائج جد جد مرضية، وأنا متأكدة من هذا. فكل ما عليك هو تطبيق الوصفة كما تم شرحها في الفيديو، وإن شاء الله ستحصلين على نتائج جد جد مرضية.
كانت هذه هي وصفة اليوم الخاصة بتبييض الأسنان والتخلص من الإصفرار الأسنان ومن الجير الذي قد يتواجد به بالأسنان. يمكنك تطبيقها لتبييض الأسنان، وإذا أعجبك الفيديو لا تنسي مشاركته مع الأهل والأحباب لكي تعم الفائدة، ولا تنسينا من الدعاء أيضا. وشكرا جزيلا لك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.